صالح الأعمال ومرحبا ومسهلا مجددا في فقرة مسابقة جمهور الروشن في برنامج الروشن على قناة الواقع. الله يحييكم، وكالعادة نذكركم بالمتاجر الراعية لفقرة مسابقة الروشن: متجر أحلى كلام للاتصالات، ومتجر بن شلهوب للمزادات والعود، متجر تذواق الأجود أنواع العسل، ومتجر وبراند جود للعطور. الله يحييكم، مرحبا ومسهلا. وكالعادة في البداية سؤال التاج، نعطيكم سؤال التاج، حط إجابتك في التاج 23 وفالكم التوفيق. السؤال يقول: كم عدد السنوات الموجودة في العقد؟ كم عدد السنوات الموجودة في العقد؟ يعني العقد مثل القرن، مثل كم عدد السنوات؟ 5 سنوات أم 10 سنوات؟ حط إجابتك من الآن في تاج الروشن 23، والإجابة واضحة. كم عدد السنوات الموجودة في العقد؟ العقد نفس القرن نفس، كم؟ 5 سنوات أم 10 سنوات؟ 10 سنوات، واضح أن الإجابة 10 سنوات. حط إجابتك في تاج الروشن 23. 10 فائزين معنا يوميا في نهاية كل حلقة، نسحب على 10 فائزين سواء من الاتصالات الواردة للكنترول أو من اللي يجاوبين على أسئلة التاج. فالكم التوفيق وركزوا معنا، الأسئلة سهلة وواضحة، لكن حاولوا تشون رهبة، بعضكم يخاف ينقطع الخط، لكن بإذن الله أنك راح تجاوب معنا، وبإذن الله أنك راح تفوز معنا سواء من المتصلين أو من اللي يجاوبوا معنا على التاج. على بركة الله نبدأ نشوف أول اتصال. طيب، اتصال من حي العسير. مرحبا شهاب. هلا والله. مرحبا شهاب. الله يحييك. مرحبا، جاهز للسؤال؟ جاهز إن شاء الله. السؤال يقول: كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى في صلاة العيد؟ هل هي 5 تكبيرات أم 7 تكبيرات يا شهاب؟ 7 تكبيرات. ها؟ 7 تكبيرات. شهاب يقول 7 تكبيرات، وألف مبروك، الإجابة صحيحة يا شهاب. ألف مبروك يا شهاب، الإجابة صحيحة فعلا، 7 تكبيرات في الركعة الأولى في صلاة العيد. ألف مبروك يا شهاب. نذكر في حال اتصالك وإجابتك الصحيحة ابق معنا على اتصال الكنترول لنأخذ معلوماتك، علشان مثل ما قلنا لكم نتواصل معكم وتكون الفكرة واضحة. طيب، أحلام من جدة، مرحبا يا أحلام. هلا والله، السلام عليكم. سلام. جاهزة للسؤال يا أحلام؟ أيوة يلا. السؤال يقول: ما هي أكبر قارات العالم من حيث المساحة؟ هل هي قارة آسيا أم قارة أفريقيا؟ قارة آسيا أم قارة أفريقيا؟ ما هي أكبر قارات العالم من حيث المساحة؟ آسيا أم أفريقيا يا أحلام من جدة؟ قارة آسيا. إيوه. أثبت يا أحلام؟ إن شاء الله يا رب. ثبت يا كنترول، والإجابة صحيحة فعلا، قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث المساحة. بعد الاتصال القادم راح نسحب على إجابة التاج، كم عدد السنوات الموجودة في العقد؟ 5 أم 10؟ اتصال قادم. بدر من الرياض، مرحبا يا بدر. حياك الله. يا مرحبا، كيف حالك يا بدر؟ تمام. الله يحييك، جاهز للسؤال يا بدر؟ إن شاء الله. طيب، السؤال يقول: من هو أول من قام بصك النقود عند العرب؟ هل هو الخليفة عمر بن عبد العزيز أم عبد الملك بن مروان؟ من أول من قام بصك النقود عند العرب؟ من؟ عبد الملك بن مروان. أثبت يا بدر؟ إن شاء الله. واثق من إجابتك؟ بإذن الله. يقول بدر ثبت يا كنترول، والإجابة فعلا صحيحة، عبد الملك بن مروان هو أول من قام بصك النقود عند العرب. المبروك يا بدر من الرياض. سؤال التاج: كم عدد السنوات الموجودة في العقد؟ 5 سنوات أم 10 سنوات؟ إذا فيه اتصال جاهز أو نقدر نأخذ إجاباتكم من التاج.
نقول هاي الشباب ناخذ التاج. طيب اتصال قادم من الرياض ايضا عبد المحسن. مرحبا يا عبد المحسن. الو عليكم السلام. السلام كيف حالك؟ طيب خير الحمد لله. جاهز للسؤال يا عبد المحسن؟ جاهز. طيب السؤال يقول من اخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة؟ هل هو طلحة بن عبيد الله ام سعد بن ابي وقاص؟ يا عبد المحسن. طلحة. من؟ طلحة بن عبيد. من آخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة يا عبد المحسن؟ طلحة بن عبيد الله أم سعد بن أبي وقاص؟ سعد. أثبت على سعد ولا على طلحة؟ سعد. ها؟ ثبت على سعد. يقول ثبت على سعد يا كنترول. وش رايك نقول الإجابة صحيحة يا عبد المحسن وألف مبروك. سعد بن أبي وقاص هو آخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة. نرجع للتاج ونسحب على إجابة التاج. كم عدد السنوات الموجودة في العقد؟ فعلا 10 سنوات. نقول ألف مبروك اللي يحالف الحظ في إجابة التاج. وقف هنا 10 سنوات. ميم ألف مبروك يا ميم. ألف مبروك يا ميم. الإجابة فعلا صحيحة. ألف مبروك يا ميم والإجابة صحيحة. طيب قبل يجهز الاتصال نعطيكم آخر سؤال في التاج. يقول كم عدد سور القرآن الكريم؟ كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أم 116 سورة؟ في تاج الروشن 23. حط إجابتك من الآن وتفضل الاتصالات إذا كنت ماسك خط على الاتصال، فحط إجابة كتاب الروشن 23. وكم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أو 116 سورة؟ سؤال واضح جدا. طيب اتصال من جازان. مرحبا يا بندر. هلا حياك. يا مرحبا. جاهز يا بندر؟ جاهز. طيب يقول كم هي المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ 20 سنة أم 23 سنة يا بندر؟ كم هي المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ 20 سنة أم 23 سنة؟ 23. ما أدري إيش ودك أنت، ثبت ولا ساعدنا شوي. طيب ها انت قلت 23، اثبت عليها؟ ثبت يا كنترول. واجابه بندر فعلا صحيحه، 23 سنة. المبروك يا بندر من جازان. فعلا المده التي استغرقها نزول القران الكريم 23 سنة. نذكركم سؤال التاج، كم عدد سور القران الكريم؟ 114 او 116 سوره. اتصال قادم من مكة المكرمة. مرحبا يا خالد. الله يحييك طول عمرك. يا مرحبا بك. جاهز للسؤال يا خالد؟ الله جاهز. السؤال يقول ما اسم السجود الذي يسجده المسلم ليجبر نقصا في صلاته؟ ما اسم السجود الذي يسجده المسلم ليجبر نقصا في صلاته؟ سجود الاستغفار ام سجود السهو يا خالد؟ ما اسم السجود الذي يسجد المسلم؟ ايش السجود اللي انت الحين اذا سجدت سجود عشان صلاتك ناقصه، وش نسمي السجود؟ سجود الاستغفار ام سجود السهو؟ السؤال لا تنتبه ما سمعت زين. طيب يقول ما اسم السجود الذي يسجده المسلم ليجبر نقص صلاته؟ الحين مثلا انت صليت العشاء
ثلاث ركعات وتذكرت انها ثلاث، تسجد السجود. وش يسمى السجود؟ سجود السهو ولا الاستغفار؟ سجود السهو. ها؟ سجود السهو. اثبت على السهو باذن الله. ثبت يا كنترول، والإجابة صحيحة وواضحة يا خالد. الإجابة صحيحة وواضحة، سجود السهو هو السجود الذي يسجده المسلم ليجبر نقصا في صلاته. ألف مبروك يا خالد، ركزوا معنا. الإجابات سهلة، الأسئلة عفوا سهلة، والإجابات واضحة وصريحة. سؤال التاج، كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أم 116 سورة؟ باقي معنا تقريبا أربع أو خمسة صلات، نشوف ملي حالف الحظ معنا اليوم يكون من ضمن الفائزين في نهاية الحلقة بالسحب على عشرة فائزين. طيب، على بال ما تجهز الاتصالات نذكركم متاجركم، متجر أحلى كلام الاتصالات، متجر بنش الهوب للعود، متجر تذواق للعسل، ومتجر وبراند جود العطور. طبعا كلهم تدخلون على مواقعهم، عندهم عروض، عندهم تخفيضات، عندهم أسعار مناسبة خاصة فيكم يا جمهور الروشن وجمهور الفقرة وجمهور قناة الواقع عامة. اتصل أو ارسل، وأي واحد من جمهور القناة له تعامل خاص من المتاجر الراعية هذا البرنامج. طيب، اتصال من محاي العسير. مرحبا يا ألما. أنا مرحبا يا ألما، جاهزة يا ألما للسؤال؟ إيه جاهزة. طيب، السؤال يقول مما خلقت الملائكة؟ مما خلقت الملائكة، من نور أم من نار؟ من نور. ها؟ من نور. تقول ألما الملائكة خلقت من نور، والإجابة فعلا صحيحة يا ألما. ألف مبروك، الإجابة صحيحة، ألف مبروك يا ألما. طيب، سؤال التاج، كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أو 116 سورة؟ يا كنترول إذا ما فيه اتصال جاهز. طيب، مزنة من الرياض، مرحبا يا مزنة. عفوا نجران، نجران. ألو، السلام عليكم. السلام يا مزنة، جاهزة للسؤال؟ جاهزة. السؤال يقول كيف تصف العواصم؟ تعرفين العواصم أوروبية؟ إيوة. طيب، يقول السؤال ما هي عاصمة أسبانيا؟ هل هي مدريد أم برشلونة؟ عاصمة أسبانيا يا مزنة، مدريد أم برشلونة؟ سألني الله يسعدك. طيب، عاصمة أسبانيا مدريد أم برشلونة؟ مدريد. أثبت على مدريد؟ أيوه. ثبت يا كنترول، وفعلا إجابة مزنة من نجران صحيحة، ألف مبروك. مدريد هي عاصمة أسبانيا، ويوجد فيها نادي ريال مدريد، نادي الأعظم في تاريخ الكرة الإسبانية. طيب، نرجع للتاج ونسحب على إجابة التاج، كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أو 116 سورة؟ الإجابة واضحة وصريحة، نقول ألف مبروك، 114 سورة، فعلا 114 سورة. أنا أشكر المعد على إعداده الأسئلة الميسرة لكم، هنا أبيكم تفوزون كلكم، فأشدوا حيلكم وركزوا معنا. أنت لو تركز ما احتجت مساعدتي. طيب، نرفع ونشوف، نوقف عند 114 سورة. رولين، رولين، ألف مبروك يا رولين، الإجابة صحيحة، 114 سورة فعلا إجابة السؤال، إجابة السؤال رولين، وتدخل إن شاء الله معنا السحب في نهاية الحلقة. اتصال من؟ شهد من بيشة. مرحبا يا شهد. مرحبا. كيف حالك يا شهد، طيبة؟ خير. جاهزة يا شهد للسؤال؟ جاهزة. السؤال يقول كم عدد أرجل الأخطبوط؟
كم عدد أرجل الأخطبوط؟ ثلاثة أم ثمانية يا شهد؟ هاي شهد ثمانية. أثبت على ثمانية؟ ثبت. تقول شهد ثبت على ثمانية، ونقول يا شهد فعلاً الإجابة صحيحة. ألف مبروك يا شهد من بيشة، الإجابة فعلاً صحيحة، وألف مبروك يا شهد، كان إجابتها ثمانية وهي الإجابة فعلاً صحيحة. طيب، اتصال من جدة. مرحبا يا أبو مصرط. أنا حيار. يا مرحبا بك. جاهز للسؤال؟ جاهزين. طيب، السؤال يقول ما هي عاصمة البرازيل؟ هل هي برازيليا أم كولومبيا؟ عيد السؤال. ما هي عاصمة البرازيل؟ أول سؤال. ها؟ أول سؤال رقم واحد. برازيليا. أي نعم. متأكد؟ أبو مصلط يقول برازيليا، والإجابة فعلا صحيحة. ألف مبروك يا أبو مصلط، الإجابة صحيحة، عاصمة البرازيل عاصمتها برازيليا. كان أبو مصلط آخر المتصلين معنا. الآن سحبنا على اثنين أسئلة من سحبنا على فائزين من أسئلة التاج، عفوا اخترنا اثنين من أسئلة التاج، وعشرة متصلين أو 11 متصل، وفي نهاية الحلقة نسحب على 10 فائزين يوميا. ننتظر بس القرعة تيجي إن شاء الله، وفالكم التوفيق جميعا. لازم تدفى، اليوم جونا في الرياض بارد، أمطار وخير وبركة، الله يجعلها عامة ونافعة. فكما عودناكم يوميا إن شاء الله، حنا أحيانا إذا تأخرنا تأخر 10 دقائق لظروف، أنتم عارفين هيا تأخير فقرة قبلنا أو بعض الأمور، ولا حنا على الموعد إن شاء الله. ومثل ما قلنا لكم، إذا فزت معنا إن شاء الله في كل حلقة، ما يكون تواصلك مع أصحاب المتاجر مرة، راح يصلك رسالة من التطبيق الشحن أن هديتك أو طلبك قيد التجهيز. خلاص كذا أمورك في التمام، وأصلاً كلكم إن شاء الله راح تصلكم، لكن تعرفون مثل ما قلت لكم ضغط وشهر كريم، واللي ما توصل هديته في خلال يومين ثالث يوم هي عنده بإذن الواحد أحد، كلهم وصلتهم هداياهم إلا اللي قبل يومين أو ثلاثة تقريباً، بيوصلهم إن شاء الله اليوم، يعني احسب ثلاثة أيام وهديتك عندك بإذن الواحد أحد. هذا بس التذكير، لأن أصحاب المتاجر أحياناً يجيهم إزعاج من الفائزين، يجيهم إزعاج من الفائزين، واللي ما يرد على التاج أو على تويتر يليت يفتح الخاص عشان تواصل معه. يعني في ناس فازوا من تويتر ما فتحوا الخاص وراح يدقوا على المتاجر، طيب يفتح الخاص عشان أخذ رقمك، الله يعافيك، وخليك مع نهاية الحلقة عشان ندري أنك جاوبت إجابة صحيحة. الحين إن شاء الله ناخذ نسحب على الفائزين اليوم اللي فازوا معنا، فازوا معنا اثنين من التاج والباقيين من الاتصالات. طبعا مثل ما قلنا لكم، اول فائز معنا هديته هديتك او هديه مقدمه من متجر تذواق للعسل، شهد من بيشه. الف مبروك يا شهد، الف مبروك، هديه من تذواق للعسل. الفائز القادم معنا نقول هديتك مقدمة من براند جود العطور. براند جود العطور، ألف مبروك يا بندر من جازان، ألف مبروك يا بندر من جازان، إجابتك عفوا اليوم جائزتك من متجر بنشله بالعود. والفائز القادم أو الفائزة، جائزتكم أو هديتكم من متجر بنشله للعود، أبو مصرط من جدة. ألف مبروك يا أبو مصرط، ألف مبروك يا أبو مصرط. والقادم إجاء هديتك مقدمة من متجر تذواق للعسل، ونقول
شهاب من محايل عسير، ألف مبروك يا شهاب. ألف مبروك يا شهاب من محايل عسير، إجابتك صحيحة ودخلت معنا السحب وفعلا أخذت هدية من تذواق للعسل. القادم هديته من شو اسمه براند جود للعطور. نقول عبد المحسن من الرياض، ألف مبروك يا عبد المحسن. ألف مبروك يا عبد المحسن من الرياض، هديتك مقدمة من براند جود العطور. والفائز القادم هديته مقدمة من بنش الهوب المزادات والعود، ألف مبروك يا الماء من محايل العسير. ألف مبروك يا الماء. ألف مبروك يا الماء. ألف مبروك يا الماء. وألف مبروك يا الماء. نقول الحين ثلاثة. الحين الجائزة أو الهدية مقدمة من بنش الهوب العود، عفوا من تذواق العسل، يا خلنا نتأكد. أيوة أيوة صح صحيح. نقول ألف مبروك يا مزنة من نجران. ألف مبروك يا مزنة. ألف مبروك يا مزنة. القادم هديته مقدمة من متجر براند جود للعطور. نقول ألف مبروك يا خالد من مكة. خالد من مكة. باقي معنا أربعة أو خمسة فائزين، نسحب على القبل الأخير ونقول ألف مبروك، هديتك مقدمة من بنش الهوب للعود. ألف مبروك. اللي فاز معنا أو فازت معنا من التاج، ألف مبروك يا M4IIL. M4IIL فازت معنا ببنش الهوب العود. نبقى حنا وياكم على الأخير والفائز الأخير في الحلقة اليوم. الفائز الأخير معنا، نقول ألف مبروك للفائز بالجوال من المتصلين أو التاج المتبقين. نقول ألف مبروك. ألف مبروك يا أحلام من جدة. ألف مبروك يا أحلام. أحلام من جدة هي الفائزة معنا الأخيرة في سحب قرعة حلقة اليوم الروشان 23. ألف مبروك للفائزين وحظ أوفر. نعم آخر فائز معنا بالجوال 3 4 5 6 7 8 9 10. نعم هي آخر الفائزين معنا اليوم، أحلام من جدة. ألف مبروك يا أحلام وحظ أوفر لمحالهم الحظ في الاتصال أو في إجابة التاج، وبإذن الله راح يتفوزون معنا بإذن الواحد الأحد. بناس اتصلوا ومرة مرتين مسك معهم الخط وجاوا التاج مرة مرتين وحالفهم الحظ. في نهاية الحلقة استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم إن شاء الله غدا في أتم حال وأتم صحة.